نبض بيروت، اهلا وسهلا بجميع مشاهدي الاو تي في. وهذا العصر ضيفنا الاستاذ داوود رمال، اهلا وسهلا فيك. اهلا صار لك وسهلا. زمان ما طلعت معنا. لا مش كتير. معي انا معك انت. استاذ داوود، شوفي عندنا اخر معطيات حكوميه. امبارح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي كان عند فخامه الرئيس، وهيك معطياته للرئيس ميقاتي بتقول انه لا ايجابيه ولا سلبيه، مزيد من المشاورات، مزيد من للبحث التفاصيل الصلة. للبحث الصله، صحيح. وحتى مصادر مطلعه على اجواء الاجتماع كانت نقلت انه في طرحين، ست واما مظبوط. نضيف ست وزراء سياسيين بتصير الحكومة 30 وزير، وهو طرح اقرب الى فخامة الرئيس، اما 24 وزير منبدل بوزارتين، وهو طرح رئيس اقرب مئات للرئيس ميعاد. شو في عندك؟ مش هو اللقاء الرابع؟ الناس هلا عم تتطلع انه عم تقيس عملية تأليف الحكومة بمسألة ضغط الوقت اللي له عليها بالدخول بالاستحقاق الرئاسي. بتنسى انه عادة تأليف الحكومات بلبنان منذ ما بعد العام 2005 وانسحاب الجيش السوري من لبنان، ما في حكومة تشكلت قبل اللقاء 25 او 30. بعدنا نحن باللقاء الرابع. هذا اللقاء باللقاء الاول الرئيس مئاتي بين الرغبة التي لديه انه سارع الى تقديم تشكيلي هي نسخة تبقى الاصل عن الحكومة الحالية، مع تغيير كان مقترحهم بثلاث حقائب زائد تغيير وزير المالية ولكن ابقائه في ذات الحصة. طيب هذا التغيير رئيس مئاتي وقت اللي شرح مع بالجلسة مع الرئيس عون أسبابه انه في كتل نيابية سمتني ولا بد من تمثيل لهذه الكتل النيابية وتحديدا عكر. نعم. بالتالي انه منا ننقل وزاره الاقتصاد والتجاره، نعطي عكار حقي بوزني. صحيح. حصريه التمثيل الدرزي عند رئيس الحزب التقدم الاشتراكي، يعني الوزير عصام شرف الدين بده يصير من حصه وليد جنبلاط. نعم، مع انه وليد جنبلاط بيقول انه لا. بهذه مزبوط ما قالها مباشره لانه هو قال غير معني بهذه المساله. لانه لم تطرح معه مباشره هذه عمليه التوزير، لانه تم الابقاء على وزير التربيه والتعليم العالي هو ذاته القاضي عباس حلبي. نعم. كان جواب الرئيس انه هودي الحقيبتين هن عمليا انا سميتهم بالحكومه حكومه تصريف الاعمال الحاليه. اذا بده يتم نقلهم على الى حصه اخرى، بالتالي من حق رئيس الجمهوريه ساعتها ان يتدخل باختيار اسم وتحديدا اسم من المكون المسيحي حقيبي يكون هو يضم لعنده. هيدا باللقاء الثاني اللي انعقد. نعم. اللقاء الثالث اللي انعقد، لانه اللقاء الثاني صار فيه شرح تفصيلي عن أسباب التشكيلة. اللقاء الثالث صار فيه ما يسمى تبادل الأوراق، يعني كل حدا قدم شيء أفكار. اللقاء الرابع اللي حصل أنا بعتبر ما في شيء عكس كل اللي نقال. اللقاء الرابع كشف كل نوايا الرئيسين. الرئيس مئاتي عم بيقول انه انا تنازلت عن ابقيت على الوزير وليد فياض بالطاقه بحقيبه الطاقه، بقي عنا منا وزير للمهجرين غير عصام شرف الدين لا يستفز وليد جنبلاط، ومنا نامن تمثيل عكار. نعم. بالتالي وهود اثنين بيتفاهم هو الرئيس حولهم حول الاسمين. رئيس الجمهوريه قدم طرح متقدم اكثر للخروج من ازمه، انه ساعتها اذا هود الاسمين بدهم يطلعوا من الحصه ونحن رايحين على حكومه قد تستلم صلاحيات رئيس الجمهوريه وبالتالي توازناتها دقيقه، لماذا لا نذهب الى خطوه متقدمه لها على تقوم على ان نضيف الى ال 24 وزير المقترح ست وزراء دولي سياسيين. نعم. بالتالي يذهب رئيس الجمهورية إلى تسمية من الست السياسيين وبتنحل أزمة البدائل اللي كان عم ينحكى عنها. هون رئيس مئاتي كان جوابه
وهم نعطي حق كمان انه هذه المسألة التي لها علاقة بإضافة 6 وزراء سياسيين وزراء دولي، قصد رئيس الجمهورية، نية رئيس الجمهورية السليمة انه اي شغور او مرحلة فراغ لا تقاد بحكومة تكنوقراط، انما تحتاج الى شخصيات سياسية وزنة داخلها تستطيع ان تقود هذه المرحلة تماما كما كان حاصل بحكومة الرئيس تمام سلام، كان فيها وزراء سياسيين أساسيين لهذه الحكومة. كان الرئيس مئاتي جوابه أنه هذه المسألة تحتاج إلى توافق سياسي، وبالتالي إذا حصل هذا التوافق السياسي لا مانع لديه من أنه يذهب إلى هذا الخيار، ولكن على مضض هو لا يفضل الذهاب إلى هذا الخيار، هو مرتاح إلى هذه التركيبة، لأنه بقاء هذه التركيبة كمان إذا بدنا نحلل أكثر، بقاء هذه التركيبة من دون إدخال سياسيين وازنين إليها، لنفترض مثلا، مش عم نزم أنه والله فات من الحصة المسيحية رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل، فات الوزير السابق سليم جريصات، فات النائب السابق ادي معلوف، او ما بقى الاسماء التي قد تدخل من السياسيين الى التركيبه، فات من الميل الثاني لنقول وائل ابو فاعور، لنقول اللواء عباس ابراهيم، لنقول بالحصه السنيه ما بعرف مين هي الشخصيه الوازنه اللي اكيد تكون لدار الفتوى راي حاسم فيها. هيدي ايضا كمان وقت بدك تسوري تروحي تبحثي عن هول 6 وزراء تأمين توافق لإدخالهم لهن يصير وعصب مجلس الوزراء المقبل، كأنك عم تشكل حكومة جديدة، لأنه شو معنات هول الوزراء السياسيين 6؟ معناته هن يشبهون الكابينات الحكومي. أوكي. مجلس الوزراء المصغر الذي لا يوضع شيء على جدول الأعمال ولا يقار من دون موافقة مسبقة لهؤلاء 6، وبالتالي نأتي كما حصل بحكومة الرئيس تمام سلام، نفس الشيء، ما كانوا الوزراء السياسيين هن اللي يعملوا الطبخة وبعدين يجوا على مجلس الوزراء ينتهي الأمر بمجلس الوزراء. هل نمتلك نحن هذا الطرف من الوقت بالمهل المتبقي 2 و5 أيام، يعني عمليا عم تحكي عن 65 يوم، انه نعود نفوت نخوض بهذه هالمسألة؟ هل القوى السياسية اللي سمت الرئيس نجيب ميقاتي واللي اعلنت شفاهة انه هي لا تمانع بحكومة 30 وزير، هل هي ضمنا مع هذه الحكومة؟ حسب مع معطياتي انه لا يوافقون على إضافة 6 وزراء سياسيين وازنين من العيار الثقيل إلى هذه التركيبة، لأنه كل واحد عنده اعتباراته الخاصة وعنده حساباته الخاصة التي تمنعه من الموافقة على هذا الطرح. بالتالي كشف كل النوايا باللقاء الرابع سيؤدي حكما في اللقاء الخامس الذي إن شاء الله يعقد الأسبوع المقبل، عم ينشغل في اتصالات وفي حكي على أكثر من مستوى، بس ينعقد اللقاء الخامس صارت الأمور واضحة للرئيسين، وبالتالي مباشرة منعرف إمكانية تدوير الزوايا للوصول إلى حكومة، أو أننا سنصل إلى ما حضر إليه رئيس الجمهورية اليوم من أنه سيلتزم الدستور بمسألة مغادرة قصب عبدة عند انتهاء الولاية، ولكن الخشية الأساسية هي أنه مسألة انتقال الصلاحيات إلى حكومة تصريف أعمال ستدخلنا في نزاع دستوري، تنازع دستوري. صحيح. هذا التنازع الدستوري لأنه في وجهتين نظر 100%، وهذه مش صايرة إذا بتصلح لي الفتاوى الدستورية. صحيح. تطلع كمان. صحيح، وبتصلح لي معلوماتي ما بعرف، بس مش صايرة أنه حكومة تصريف أعمال تستلم صلاحيات الرئاسة، صح؟ ما هي في شيء مصادفة غريبة عجيبة إلا ما صارت بالليل فخمت الرئيس، ومش إنه تدبير إلهي، يعني تدبير بشري، يعني في شيء مصادفة
هيدا النكد السياسي اللي عم نعيشه، وهذا الدخول حتى وقت الحكومة الحالية، هذا الوئام والوفاق بين رئيس عون ورئيس ميقاتي، ليه طبعا فورا يزعج مواقع أخرى كيف بيتدخلوا ليسمموا الأجواء. حتى الآن نجرس اللي بتسأل الرئيس عون وبتسأل الرئيس ميقاتي علاقة ودية، علاقة طيبة بين بعضهم. شليني من حرب البيانات اللي بتصير بين ميرنا الشيلوحي والسراي، اللي هي العلاقة انه حزب سياسي عم وازن، حزب سياسي كتلة نيابية مساحية وازنة عم تقول، عم تعطي رأيها باستحقاق يعتبر مصيريا قبل، لانه الخشي من الدخول بالفراغ، وبلشت بوادر الفراغ تبين من هزالة الأسماء اللي عم تطرح حالها لموقع رئاسي. حتى نحكي أنا وياك يا أستاذ داود، بداية عندي السؤال، هل الإصرار على تشكيل حكومة وهذا الدفع الخارجي والداخلي لتشكيل حكومة هو تباشير فراغ نحن مقبلون عليه؟ 100% هو تباشير فراغ، وهي بقد ما هي شيء سلبي يعني الناس خايفين منه. للأسف لو أننا نمتلك مجموعة من رجال الدولة، في رجال دولة ولكن قليلين وإيد الوحدة ما بتزقف، لو هناك رجال دولة حقيقيين يلتقطون الفرصة القائمة حاليا. جريس، كل العالم مشغول بالحرب الأوكرانية، أوروبا بدها تموت البرد، ماكرون بارح بيقول على الفرنسيين أن يودعوا زمن الرفاهية، في ملفات على مستوى الإقليم عم تتغير، عودة إلى الاتفاق النووي، أمريكا الانتخابات النصفية، إسرائيل الصراع، لأنه هلأ كمان ما حدا يقرأ بخف الانتخابات الإسرائيلية في تشرين المقبل، لأنه الانتخابات الإسرائيلية في تشرين المقبل هي تشبه الانتخابات التي أعقبت اغتيال إسحاق رابين الذي كان قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق تاريخي مع رئيس الراحل حافظ الأسد، وصلوا إلى اتفاق له علاقة بالانسحاب من الجولان، مسألة بحيرة طبرية، كان كله خالص، كان كله خالص. وإجا اللي بيسموه الحكومة العميقة في إسرائيل، العقل المتطرف في إسرائيل، اغتالوا لرابين. يومتها كل السياسيين اللبنانيين طلعوا قالوا لقد خسرنا عدوا شجاعا، لانه كان عنده شجاعه انه هذا التنازلات كلياتها يقدمها ويعرض حياته. هذه الانتخابات الاسرائيليه الان تشبه الانتخابات التي اعقبت اغتيال اسحاق رابين، والتي هي التي ستحدد التوجهات التي لها علاقه بمشروع بايدن اللي حيفوت تنتهي الولايه النصفيه له، ببلش بالنصف الثاني، يعني بلشنا نحكي عن رئيس امريكي جديد، اللي بتقول حل الدولتين والتسوية الشاملة في الصراع العربي الإسرائيلي، أو بسموها وسعوها التسوية الشاملة في الشرق الأوسط. طيب إذا رحنا إلى إعادة إنتاج أكثرية يمينية في الكنيسة الإسرائيلي، معناتها نحن عم نأسس إلى حرب جديدة. وهون الشباب بلبنان ما حدا عم يقرأ مزبوط. وإذا رحنا إلى إنتاج أكثرية تشبه أكثرية الحكومة الحالية، ولكن مع يعني عوامل أخرى دافعة أخرى، من سور كمان نقرأ بإمكانية أن نصل إلى اتفاق له علاقة بترسيم الحدود البحرية، إلى له علاقة بإعادة إحياء مفاوضات السلام، له علاقة بإعادة إحياء مفاوضات السلام على المسار السوري الإسرائيلي اللي ما حدا عم يحكي عنهم. بس كل اللي عم يصير بالكواليس التي لها علاقة بالتسوية، شعار طويل عريض، التسوية السياسية في سوريا، الأمريكي قاعد بشرق شمال شرق الفرات، التركي فات تحت عنوان الحرب على قصد، توازنات بالداخل السوري العلاقة بالروسي والإيراني، تواجد الروسي والإيراني، وبالتالي في عنوان التسوية السياسية في سوريا مع عمليا هود اللي عم يتصارعوا على الأرض السورية، عم يعملوا اتفاق فيينا وعملوا القمة الثلاثية بطهران، إنه حلفاء استراتيجيين. طيب شو هو هذا العنوان الرئيسي؟ التسوية السياسية في سوريا، التسوية السياسية في سوريا
أن عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي مرتبط بالتسوية التي لها علاقة بالصراع مع العدو الإسرائيلي. كل ذلك نحن لازم نقرأ. هذه اللي عم أقول لك، عشان هيك عم أقول لك يا غريس أنه هناك فرصة تاريخية. العقلاء رجال الدولة الحقيقيين لازم هلأ، يعني لو في إرادة وطنية جامعة، يلتقون إلى طاولة. هن بيقولوا له لفخامة الرئيس بعد في شهرين وخمسة أيام، نحن طالعين عب عبدة نقعد على طاولة برئاستك لنبحث بالقضايا الخلافية. مين بده يعملها؟ إذا في عقلاء ويقعدوا، ما ينطروا الخارج. ماكرون بطل فاضيلنا. أوكي بيعلن شفهيا اهتمامه بلبنان، بس ما بقى قادر، عنده اهتمامات أخرى. بعدني عم قلك امبارح شو حكي. صحيح. ما هذه العبارة، هذه العبارة على الفرنسيين أن يودعوا زمن الرفاهية، هذه بتقلب له كل حياته السياسية. طيب نحن هلأ مش قادرين كلبنانيين، ما كل شيء صار على الأرض، وما بقى في شيء من هاد الدولة ينسرق أو ينهب. مستعجلين على موضوع الغاز، بقردوا سعدين بدهم يبلشوا الشركات ويطلعوا ليبلشوا يسرقوا، عندهم مزراب للهدر الجديد، وهذه كارثة كمان، بدها مقاربة وطنية مختلفة. فيهم يطلعوا يعدوا إلى طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس جمهورية ما زال موجودا بالسابق، وقت اللي جلسات الحوار انعقدت بعين التيني برئاسة الرئيس نبيه بيري. شو كان العائق أمامه؟ انه بالقضايا الاساسية اللي لها علاقة بتطبيق الدستور والقضايا الوطنية ما فينا نبت فيها لانه ما في رئيس جمهورية، تتذكري؟ صحيح. طيب هلا نحن المسألة لا تحتاج كثيرا، اذا في ارادة وطنية جامعة هلا هؤلاء العقلاء القوى التمثيلية الكبرى في طوائفها، يا ستي في طوائفها، خليها تدعي مباشرة، تقول خلينا نجي نحن نتضامن ونتكافل ونجلس الى الطاولة، نبحث ليس عن سلة أو عن تسوية يفرضها الخارج مثل الدوحة وغير الدوحة، نضع على الطاولة القضايا الخلافية ونضع برنامج وطني للإنقاذ. هذا البرنامج الوطني له أولويات، الأولويات التي يجب أن تكون متزامنة هي الإنقاذ المالي والاقتصادي بمواساة استكمال تطبيق النظام، أي تطبيق الدستور ببنود الإصلاحية. ما بقى نهرب ونخاف، ما هذا الدستور الطائف عم تقولوا انه انتم متمسكين فيه من 90 ل 31 تشرين 2016 كان شعاركم انه نحن بنرفض تمثيل هذا المكون الذي كان يعبر عنه الجنرال عون ان كان في المنفى او في الرابية، لانه ضد الطائف، صح ولا لا؟ صحيح. الجنرال عون انتخب واقسم اليمين على الدستور الطائف، ما هيدي المسألة انحسمت، طلعت من السجال ومن الجدل. ليه ما منتلاقى ونذهب إلى وفاق وطني بإرادة وطنية جامعة ونتفق أنه إيه من ننطبقه لهذا النظام، وتحديدا ببنود الإصلاحية، وأول البندين المتلازمين اللامركزية الإدارية الموسعة والإنماء المتوازن، وبنطلع على مجلس الشيوخ وساعتها نحكي بأحلام. مش أحلام، هذا الدستور، هذا دستورنا اللي نحن محكومين وفقه، هذا الدستور اللي لازم الجميع يصونه. طيب اذا نحن بهذه ما مش قادرين نلتقط هذه الفرصه، فرصه تاريخيه كريس، كل العالم مشغول عنا، ما حدا سائل عننا. هلا بس سالوا انه بشيء له علاقه بغاز الشرق المتوسط، هل سنذهب الى تصعيد بعد المسيرات الاربع او الى هدوء؟ لانه الاوروبيين بدهم اياهم لهول الغازات بالمتوسط. وهلا نفتح ملف وبقول لك اسرائيل شو عم تعمل بهذه المساله. ما بقى ما حك جلدك مثل ضفرك، خليهم يقعدوا حاجه تسريبات من هون، وهذا الموقع الرئاسي من هون، وهذا الموقع الرئاسي من هون، وهذا الموقع الديني، وهودي ضعاف النفوس. شو بدي خبرك؟ بس قبل شو بدي خبرك عن قصص وحكايات اذا بيعرفها المشاهد بصير يضحك. انا واكبتها بقصة المطران موسى الحج وحركة الموفدين على اساس جايين يحكوا عند هذا الحزب او عند هذا الحزب او عند هذا الجهاز او هذا الجهاز بقضية المطران موسى الحج، بيطرحوا كانوا يروحوا يحكوا بحالهم مشاريع رئاسية. لك شيء مضحك، شيء مضحك لأي مستوى.
الخفي في مقاربة الملف الرئاسي. اسألي يا خي، اسألي رئيس التيار الوطني الحر، اسألي كتلة الوفاء للمقاومة، حدا يسأل الرئيس نبيه بري، حدا يسأل وليد جنبلاط، انه اللي عم يجوا لعندك يجوا لعندكم يقدموا نفسهم انه مرشحين رئاسيين، هودي بيصلحوا مخاتير بضيع؟ مع احترامي للمخاتير وابن عمي مختار، يعني مع احترامي لهم، يعني بيصلحوا اعضاء مجلس بلدي؟ ما بيصلحوا. ليش هذا التسخيف، هذا الموقع الرئاسي الرمز في لبنان لمصلحة ماذا؟ ولماذا استسهال الشغور؟ عشان هيك انا عم بطرح انا وياك على طول بناقشها معك او على هيدي الطاولة او على طاولات اخرى. الفرصة سانحة لابد من التقاطها. في رئيس جمهورية موجود، ما فيكن تتذرعوا مثل قبل انه ما فينا نحسم لانه ما في رئيس. فينا نقعد على طاولة حوار وطني بجدول اعمال، مش بسقف زمني مفتوح، نتفق على كل شيء. ختام هذه الطاولة ينعقد مجلس النواب وينتخب رئيس جديد ايا كان هذا الرئيس، ولكن يأتي على وفاق، لانه نحن بحاجة، نحن بمرحلة اخطر بكثير من مرحلة الحرب الاهلية. استاذ داود، هل بعدك عم تحكي عن الاسماء المطروحة، هل في اسم اسهم اسم تتقدم على اسهم اسم تاني اليوم؟ ولا في مراهقات رئيسية. أنا بقول لك بموضوع الوزير سليمان الفرنجي، إذا انعقدت جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية وتأمن نصاب الثلثين أو أكثر، بالجلسة الأولى ما حدا حيجيب التلتين لأنه شرطة بقانونا ودستورا التلتين. إذا تم الحفاظ على نصاب التلتين للدورة الثانية، يعني مش فرط النصاب، وانعملت دورة اقتراع ثانية في ذات الجلسة اللي هي بحاجة لل 65 نائب، من هلا بقول لك سليمان الفرنجي رئيس الجمهورية. محسومة. نعم. يعني نفس سليمان الفرنجي تتقدم. نفس الرقم اللي جابه رئيس نبيه بيري حيجيبه سليمان الفرنجي. نفس الرقم اللي جابه النائب رئيس مجلس النواب اللي اسمه صعب حيجيبه سليمان الفرنجي. التيار بيصوت له لسليمان الفرنجي. في عندك، اذا حتى لو ما صوت التيار، ما هو ما صوت للرئيس بري، ولكن حلفاء، ما هو تكتل. لا انا مش عم نحكي عن نواب التيار. لا انا بغض النظر عن الرقم يلي حضرتك عم تقوله، عم بحكي بالمطلق. بالمطلق في التشناق، في حلف التيار، في مجموعه بتكتل. بالتكتل الطياريين يمكن ما يصوتوا، بس الباقي بدهم يروحوا على التصويت مثل ما عملوا مع الرئيس بري. ما عطيوه صوتوا له. الرئيس بري صوتوا له؟ ايه، ولو التشناق ما صوت له. لا عم نحكي اوكي. محمد يحيى ما صوت له. اوكي. بنكمل طيب. كمان يعني. طيب بمعزل عن الرقم يلي بيجيبه سليمان الفرنجي، هذا اللي تفضلت فيه حضرتك، هذا الشيء بيعني انه اسهم سليمان الفرنجي متقدمه على الباقي؟ يعني عندك الآن. اذا بدنا نحكي مين هي الاسماء المطروحه اليوم؟ انا عم اقول لك اذا رحنا الى جلسه انتخاب من دون اتفاق وطني. نعم. بدل الصراع الحاصل. نعم. وبقي نصاب الثلثين للدورة الثانية، يعني أول حدا مش مستحيل حدا يجيب 86 بالدورة الثانية. إيه، ما في، بيطلع سليمان الفرنجي. بحسب لك هون على القلم والورق بديش هالقد عبارية، 65، ولكن ال 65 يجعلون الوزير سليمان الفرنجي يتهيب. انتبهي، أنت عم تيجي رئيس جمهورية، أوكي ينتخب 65. نظرية الدكتور البزر امبارح بعد لقائه مفتي الجمهورية انه فلينتخب رئيس مجلس، ينتخب مجلس النواب، مين ما يطلع رئيس عندما يقسم اليمين يصبح رئيس كل لبناني. صحيح، ولكن هل نحن نتحمل انقساما على مستوى موقع رئاسي بهذا الحجم؟ من هون انا بقول فرصة سانحة، يمكن نروح على مؤتمر وطني نتيجة الاتفاق الذي يحصل بالمؤتمر الوطني، يجوا هول 65 اللي بدهم يعطوا سليمان الفرنجي يصيروا 128، ساعتها بيكون افضل، يمكن يروحوا لاسم اخر، خيار اخر. استاذ داوود بتعتبر في اي مرشح بمواجهة حزب الله اليوم عنده حظوظ؟ اذا قلنا اكس
بمواجهة حزب الله عنده حظوظ أن يكون رئيسا للجمهورية؟ ما حدا طارح حاله بمواجهة حزب الله بموضوع الاستحقاق الرئاسي، مش بموضوع الاستحقاق، ولكن اللي عم إذا بدنا نحكي شعره. مثلا شخصيات، مثلا عم نعطي على سبيل المثال مثل ميشيل معوض تنحسب، أو نعمة فريم، أو ما بعرف يعني حدا هيك إنه بمحور غير محور حزب الله، عندهم حظوظ أو ممكن أو لا؟ عندهم حظوظ إذا كتلة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي انضمت إلى هذه المجموعة. ما في تبشير هيك؟ إذا هيك ما عندهم حظوظ. معروف. وبرأيك عشان هيك أنا بقول بيضة اللبان هو وليد جنبلاط. منشان هيك فتح اليوم على حزب الله، وحزب الله فتح على وليد جنبلاط، وصار في زيارة لكليمانسو، وعلى أساس يستكمل هذا النقاش ويستكمل البحث. بعتقد حيستكمل. حيستكمل هذا النقاش، لأنه النزاع الدستوري الذي سيحصل في حال الدخول في الشغور الرئاسي إذا ما وعيوا وقالوا خلينا نقعد بعد معنا وقت قبل انتهاء العهد، إلا إذا بعضهم مكملين مثل من أول ما انتخب الرئيس ميشيل عون، لن ندعه يحكم، مش حنخليه 6 سنين يخرج من دون أي إنجاز، مش هذا الطموح طبعا. حتى بعضهم مش عم بكشف أسرار، عم بيقول انه ما عليه يتأجل الترسيم لتشرين الثاني، بيكون فل ميشيل عون. صندوق النقد الدولي دفشوه لتشرين او لكانون. كل شيء له علاقه انه يسجل انه بهذا العهد بدهم ياجلوه. ما عندهم مشكله اذا هذا التاجيل كان على حساب السياده الوطنيه وعلى حساب مصير الثروه الوطنيه اللي لها علاقه بالغاز والنفط، ما عندهم مشكله. هذه الأحقاد الشخصية. عشان هيك عم أقول في حدا براسه عقل بدني يقعدوا يصفوا النيات، يشيلوا الأحقاد من قلوبهم ويقولوا نحن جاهزين نقعد إلى الطاولة. بالخطاب الأخير لأمين عام حزب الله ما رأى شغلي، ما حدا حكي عنه. شو هي؟ إلى علاقة لأول مرة بهذا الشكل الواضح بعز الصراع مع العدو الإسرائيلي اللي له علاقة بمسألة الترسيم، والخوف من تدحرج الأمور إلى حرب، أو حرب قاسية بدها تكون مدمرة على لبنان وعلى العدو الإسرائيلي، عشان هيك ما حدا بيتمناها. يأتي أمين عام حزب الله ويقول نحن جاهزون لطرح استراتيجية الوطنية للدفاع. مزبوط. وافق على البند الخلافي الأساسي الذي سيوضع على جدول أعمال أي طاولة أو أي مؤتمر وطني. ما شفت حدا تلقفوا من لا المرشحين طارحين حالهم للترشيح، ولا من القوى السياسية الأخرى. طيب ما القطوع بيت ليك. بس ما هن بتعرف بشو شاطرين يا أساس. القطوع بتعرف بشو شاطرين. لما ندعي فخامة الرئيس على طاولة حوار، أحد أبرز عناوينه استراتيجية دفاعية، ما رفضوا المشاركة. لما نودع حزب الله بأول خطوة عملها إذا بدنا نقول بمواجهة إسرائيل بموضوع الترسيم، لما نودع المسيرات، تتذكر حضرتك مزبوط. كل الهود اللي ما طلعوا على الموضوع طاولة الحوار اللي تبحث بالاستراتيجية الدفاعية، كلهم طلعوا قالوا وين قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة. طب ليش ما تفضلتوا طلعتوا على طاولة حوار بحثتوا بالاستراتيجية الدفاعية؟ لماذا بحثنا بمصير مزارع شبعة وحشرنا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون؟ حشرناه، أنا عم بحكي على OTV، قلنا يا فخامة الرئيس المفاوضة على عقد على إبرام المعاهدات هي من صلاحيتك وفق المادة 52 دستور، تفضل اعمل قمة انت والرئيس السوري بشار الأسد وحسمنا مصير مزارع شبعة وترسيم الحدود اللبنانية السورية. ليش ما عملوا هيك؟ يا ريت. ما عم قلك، اجا سيد حسن قال لهم استراتيجية دفاعية، دعا رئيس عون الى الى الى, إلى طاولة حوار، كان فيهم يحشروا لرئيس عون، انا محلهم بحشروا انه بدنا نحسم هذه المسألة الترسيم لنحسم مصير مزارع شبعة. بس تحسمي مصير مزارع شبعة، التلال كفر شوبة وضيئة الغجر والنقاط المتحفظ عليها أيضا بتصير واضحة، لأنه بناء على الترسيم مع سوريا آخر نقطة ساعتها بينحسم مسألة كثير من نقاط التحفظ اللي تحجج الإسرائيلي بأنه شبعة منا لبنانية ما فينا نرسم عليها، وهذه التفاصيل بيعرفوها الخبراء. ليه ما طلعوا؟ هلأ فيهم يطلعوا، مسألة لا تحتاج كثيرا. انت وقت اللي بتحسمي بصير في اجماع وطني على مصير مزارع شبع،
وفي قرار 1701 الذي وضع هذه المزارع في عهدة شو الأمم المتحدة. ما نحن كمان معنا سياسة خارجية، ما حدا يزعل مني. هذا المأخذ من زمان معنا سياسة خارجية. قلك قلك شو اللي بيحزني، أنا وأنا متابع هذا الموضوع من وقت اللي عمل دورة التراخيص الأولى، والفضل في مراسيم النفط شاءوا أم أبوه هي للرئيس ميشيل عون. من وقت اللي نعمل دورة التراخيص الأولى والتانية ورست العقود على الكونسورسيوم اللي هلا بطل كونسورسيوم، سحبت نوفاتيك. ذكريني هذا لازم ينحكى عنه، خطير جدا وما حدا عم يتعاطوا معه بخفي. كل كنا المتابعات اللي نعملها مع المعنيين، مع أصدقاء بيشتغلوا بشركات كبرى مثل توتال وغيرها، كانوا يقولوا السفراء الإسرائيليين في إيطاليا وفي موسكو، يعني في روما وفي موسكو وفي باريس، كل يوم إذا مش السفير الإسرائيلي مندوب عنه أو رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة، بيروح بيلتقي مدير شركة توتال أو إني أو نوفاتيك وبيحرضهم وبيقدم لهم إغراءات إلى علاقة بالحقول النفطية في البحر الفلسطيني المحتل. نحن سفرائنا بالخارج شو عملوا؟ هل واكبوا دورة التراخيص بحملة دبلوماسية تسويقية لحشر هاي الدول ويقولوا لهم أنه لبنان مقدم لكم كل الحوافز تفضلوا طعوا بلشوا؟ أم جاءت هذه الشركات بعد ما فازت بدورة التراخيص بلشت تبتز لبنان وصولا إلى الانتخابات النيابية الأخيرة؟ أحد مدراء هذه الشركات كان ممولا لأحد اللوائح بمواجهة مباشرة بقولها لائحة الطيار الوطني الحر في منطقة المتن، فاتوا بالانتخابات شركات النفط اللي فايزين بدورات التراخيص، فاتوا بالانتخابات النيابية. ما بعرف ليش الوزير شبهان بيصير مش متابعة لهي المسألة، أو عنده معلوماته عم يستكملها إضافية. أحد مدراء توتال تدخل في الانتخابات النيابية مباشرة، فاتوا بالسياسة. ما أنتوا شغلتكم استكشاف وحفر وإنتاج، مش شغلتكم تيجوا تشوفوا الأكترية النيابية لمين بدها تروح وتدفعوا أموال. ما هذا بيأثر على عليهم وعلى شغلهم وعلى عملهم. شو لهم علاقة بالجو السياسي أو بالتركيب السياسي؟ هن علاقتهم أن يثبتوا صدق نواياهم وأنه هن تقدموا لحتى يستثمروا في البحر اللبناني. شو لهم علاقة بالسياسة؟ شو لهم علاقة بالانتخابات؟ طيب، بملف ترسيم الحدود بعد عندي 10 دقائق. شو في عنا هوكشتاين اليوم؟ خرجت إلى الضوء معلومات أنه جواب الإسرائيلي من خلال الأمريكاني قد يأتي إما باتصال عبر الهاتف أو بتواصل غير مباشر، مش ضروري بزيارة لهوكشتاين. هوكشتاين جاي ولا مش جاي؟ في جواب ولا ما في جواب؟ في طرح جديد إسرائيلي ولا ما في طرح جديد؟ شو في عنا؟ شيل ما عم بيقوله هوكشتاين، أموس هوكشتاين بالإذن من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصار، ما يزعل مني يعني. الشيء اللي عم بيقوله مش مثل ما اجا قال انه نحن بدنا نراعي الظرف الواقع الاسرائيلي، حكومه تصريف اعمال وعندهم انتخابات وبدنا نحفظ لهم ميت وجهن، وعمل بكائيه الى علاقه انه وقت طلعت المسيرات، طبعا مسيرات بالتنسيق مع الدوله اللبنانيه مش بعيده عن الدوله اللبنانيه، لانه وصلت المفاوضات لحائط مسدود، بدك محل تفتحيه بتفتحها المسيرات. مش هذا كله الحكي خارج الحقيقة المطلقة وبناء على معلومات، وإذا عم يسمعني دولة الرئيس أبو صعب يصدقني ولو لمرة واحدة. الاستمهال الأمريكي والإسرائيلي هن موافقين على 23 وأنا وآخر هم، لأنه هن ربحانين حكما وبيعرفوا هن بيعرفوا أنه على الحدود اللبناني أن الترسيم البحري لا ينطق له علاقة بقعر الخلجان وتحدب الخلجان. عم بقول لك شيء ما حدا عم بعضهم مش عم يحكوه، أنا كتير عم دق فيه. له علاقة مثلا خليج الناقورة، نحن من رسم من قعر الخليج الناقورة مش من فوق،
من نرسم الترسيم له علاقة بقعر الترسيم البحري له علاقة بقعر الخلجان، مثل ما في خليج جوني في خليج الناقورة. طبعا نحن جينا على جنب على لفوق، يا ريت التزمنا بالخط الأزرق، الخط الأزرق كان بياخدنا على 29، نحن ألغينا شيء اسمه قعر خلجان ومشينا. وعكل حال أيضا الفضل لفخامة الرئيس أنه نقلنا من هوف ل 23 زائد أنا، وإلا كنا بعدنا بهوف زائد 560 كيلومتر تحت ال 23، شراكة إسرائيلية بال 8 وبال 9 وبال 10. هلا تحررنا من هذه المسألة. كل الاستمهال الأمريكي والإسرائيلي الذي له علاقة بالجواب النهائي بمسألة الترسيم، وهن موافقين على 23 وقانا المفترض، لأنه بعد ما استكشفناه يمكن يطلع سمك ببحر، أنا يمكن يطلع ما في شيء، وإذا طلع في شيء يمكن يطلع كمية قليلة، له علاقة بالمفاوضات التي تخوضها إسرائيل مع الدول الأوروبية لبيع الغاز في البحر من الحقول في البحر الفلسطيني المحتل بأعلى الأسعار وبعقود طويلة الأمد. وعم أقول لك معلومات، الإسرائيليين يفاوضون الأوروبيين ببيع كامل حصة الغاز لمدة 30 عقد طويل الأمد لمدة 30 سنة بأعلى الأسعار. يعني الإسرائيلي شو ما صار إذا عمل عقد المتر المكعب من الغاز لنقول 10 دولار من هلأ بيضل 10 دولار ل 30 سنة، بس إذا تراجع أسعار الطاقة وصارت 5 ما بيرجع للخمسة. يعني مئات المليارات عم يسوي إنه أنا مشيت معكم عم بيساعدوا الأمريكي، اتنازلت للبنان لحدود 23 زائد أنا بدي عوض بالأسعار اللي بدي بيعكم إياها يا أوروبيين. شو عم بيصير؟ بس تنتهي مفاوضاته مع الأوروبيين ويتم إبرام صفقة مع الأوروبيين على مدى 30 سنة، بيجوا الشركات الأوروبية بيعطي الجواب النهائي الإسرائيلي أنه نحن موافقين، بتجي الشركات الأوروبية ببلش الاستثمار بلبنان. طيب هذه العشرات المليارات اللي بدها تعطيها لإسرائيل غاز بأعلى الأسعار كيف بدها تعوض الشركات الأوروبية؟ بتعوض من هذا البلد المنهوب، بتبلش تحفر بالتسعة اللي فيه مخزون هائل، بالثمانية اللي عم يقولوا في مخزون بين 12 و 13 مليار متر مكعب مثل حقل تمر بالبحر الفلسطيني، عم تحكي عشرات المليارات. مين حيطلع يوقف لهم على العداد لتوتال او لاني او للشركة الثالثة اللي بدها تحل محل نوفاتيك، لانه فلوا الروس والروس مبالغين قبل الحرب الاوكرانية انه احنا فلين ما عادش بدنا نكمل لانه اكتشفوا الابتزاز تعول حلفائهم. مين بده يوقف على العداد اذا طلعت لنقول باليوم 100 مليون متر مكعب غاز وقالت له للبنان طلعت 200 الف؟ عشان هيك انا قلت والبعض زعل مني بهذا الملف تحديدا، حيث تخسر اسرائيل هي الرابحه. يا لبنانيين عم اقول لكم اياها بكل صراحه، حيث تخسر اسرائيل في ملف الترسيم افتراضيا وهي رابحة سلف، وحيث تخسر هي تربح وستربح في حقوق الغاز مع أوروبا طويلة الأمد ل 30 سنة بأعلى الأسعار، وحيجوا الشركات الأوروبية يشلحوا يعوضوا عن هذه الخسائر وهذه الأسعار العالية بنهب الغاز اللبناني. بس عم بتقول شيء كتير شيء مأساوي. عشان هيك يا جريس ما فيك تحصن الثروة الوطنية والسيادة الوطنية إلا بمؤتمر وطني يتم الاتفاق على كل شيء، وساعتها تقاد هذه البلاد. بتحول الصراع إلى تنافس سياسي بالداخل، ولكن بالقضايا الوطنية أثبت أنه نحن مقسومين. ملف الترسيم فضيحة، ملف الترسيم الانقسام الوطني حول ملف الترسيم فضيحة. إسرائيل موحد، نحن مقسومين، شي مع الخط المتعارش، شي مع 23، شي مع 29. بس في موقف لبناني موحد أخيرا، هذا الموقف اللبناني الموحد. طيب هوكشتاين بيروح على إسرائيل، مين بيلتقي؟ كارين حرار وزيرة الطاقة. مزبوط، هذا موظف في الخارجية في الإدارة الأمريكية، موظف يجمع الرؤساء الثلاثة. في هيبة دولة، في هيبة سلطات، في هيبة شيء، مش شيء ما بيقبل العقل عنا نحن.
في شيء ما بيقبله بالأداء السياسي، في شيء ما بيقبله العقل. طيب. بيجي بيتبلغ من وزير الطاقة، بيقعد مع وزير الطاقة بيقول له هذا الموقف الرسمي اللبناني، ممنوع يزور أي مقر آخر، ممنوع يزور. وزير الطاقة هو اللي بيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويطلعون رئيس مجلس النواب على النتائج. بس انه وين المشكله؟ هيدي شكليات يعني، منا شكليات، هي لها علاقه بالسياده الوطنيه، هي لها علاقه بهيبه المؤسسات. بس ما فخامه الرئيس انه بيجي موظف يجمع الدوله اللبنانيه كلها لتبلغوا موقف. بس يا استاذ داوود، هذا فخامه الرئيس بحسب الدستور هو الذي هو يقود الذي يفهم. بس هو بيفوض. هو مش بكل نقطه يعني، هو بيروح بيقول له مثلا لمين، لأي شخص، بيقول له أنا وفق نص الدستور بفوضك تتفهمني مع فلان وفق العناوين التالي. طب ما هو بيعطيه الأجندة، بيعطيه الأجندة، بيعطيه الأجندة. للأسف هذه الحقيقة بموضوع النفط، بموضوع الغاز. القصة أبعد ما الناس عم تعتقد. عندما تبرم تصل إسرائيل إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على توريد الغاز من البحر الفلسطيني المحتل ومن المناطق التي نهبت من لبنان أيضا، لأنه بعد 23 لا جنوب 29 هي للبنان، بتلاقي الجواب وصل نحن موافقين 23 زائد قانون. عشان هيك ما حدا يعني تراجع السيد نصر الله بآخر خطاب عن قصة المهل. أخطر شيء بهاللعبة هي التوقيت، انه اذا ما بيعطوا جواب من هلا لاثنين ايلول تتدحرج الامور، قصه بدها تطول. طيب. متى يبرم الاتفاق ياتي الجواب؟ عظيم. بعد ما عاد دقيقه على الاد، من سيقف في وجه الشركات الاوروبيه؟ نحن بحاجه الى رئيس قوي، الى حكومه قويه. بدك تمنعيها عن الزعرن اللي مارستها واسلوب الابتزاز. يعني بدنا رئيس اسلوب الابتزاز اللي عم تمارسه. الخبر اللي وزعيته سبوتنيك بالامس صحيح 100%. الاتراك عم يقولوا نحن منفوت شركة بالكونسورسيوم محل النوفاتيك، وبالتالي بفوتوا شركة مع توتال ومع اني. مش الصف الثاني، الصف الاول بهذه الشركات ما عندهم مانع يفوتوا الاتراك معهم، ولكن بشرط انه الاتراك بدهم يوافقوا انه ان تستكشف توتال بالبحر الاسود عند الاتراك. يعني هذه المساله وقت اللي بتفوت صراع شركات ومفاوضات شركات، بس يتفقوا الشركات كمان بلاقي بتحس حالة الدول اوف والله في امور كتير كانت معقده صارت سهله. عشان هيك كمان في نقطه يجب ان يسارع مجلس النواب الى، اما إذا ما لقيوا ما راحوا على اللائحة الأولى، ما هو ترشح كذا حدا بدورة التراخيص. أخذوا الثلاثة الأوائل، انسحبت نوفاتيك، مين اللي ترشح بعدها يتصلوا فيها لحتى تنضم، لأن وفق القانون الكونسورسيوم بتألف من ثلاثة. بالتالي هلأ قد تكون ذريعة توتال وآني أنه نحن ما فينا نحفر لأنه بطل في هذا التحالف الثلاثي. بالتالي يجب أنه مجلس النواب سريعا يبت هذه المسألة ويقول أنه لا، نحن منقبل بأنه يكون في تحالف شركتين. أنا بدي أتشكرك، شكرا لك أستاذ داوود رمال، وأهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله هيك ما تزبط معك. ان شاء الله ان شاء الله تزبط بالمؤتمر الوطني. لا ما تزبط بموضوع ويجوا يقعدوا يتفاهموا على خارطة الطريق، وما بدها وقت كتير ان شاء الله، لانه معروف شو هي المشاكل ومعروف شو هي الحلول. شكرا لك مشاهدينا، شكرا لحسن متابعتكم. نبض بيروت، الى اللقاء.